الرحيم. اليوم السبت 19 سبتمبر 2020. الموضوع الحقيقة اللي أريد أن أتحدث فيه مثل ما ذكرت العنوان عن خطابنا وخطابهم. في شيء مهم يعني يجب أن يقرر أولاً، أن الحياة المعاصرة في مختلف الدول، مختلف المجتمعات، بدأ فيها يعني حراك في مختلف جوانب الحياة، وهذا الحراك يغير من هذه المجتمعات ويفتح لها آفاق جديدة بسرعة كبيرة جداً. التقدم المعرفي ما هو يعني بمقدور الإنسان أن يطلع عليه وأن يتحصل عليه من معلومات الآن تختلف عما كان بمقدوره أن يتحصل عليه قبل 10 سنوات، قبل 5 سنوات، حتى يمكن قبل سنة. ولذلك هذا النمو المعرفي وتراكم المعرفي يجعل كل المجتمعات تتغير، وليس فقط طبعا تغير المجتمعات يأتي من خلال تغير أفرادها. ولذلك كمية المعلومات اللي يستوعبها الإنسان أو يعني يطلع عليها الآن تختلف عن كم المعلومات اللي كان يطلع عليها قبل 10 و20 سنة، وهذا يفترض وجود حراك في كل المجتمعات. وهذا الحراك له تبعات، له تبعات يعني سياسية، له تبعات اقتصادية، له تبعات ثقافية، اجتماعية، أمنية، عسكرية، مختلف القطاعات. ولذلك مهم جدا استيعاب هذا الحراك حتى نفهم شيء، نفهم أن هناك فرق بين الأجيال. الجيل الحالي تطلعاته، اهتماماته، أولوياته تختلف عن الجيل اللي سبقه، ومن حقه أن تكون له خياراته، خياراته في حياته، خياراته في أولوياته، خياراته في اهتماماته. طيب، لأن هنا هو سيعمل على صناعة مستقبل سيعيش هو. الجيل السابق عاش حياته وكانت عنده فرصته، والجيل اللي قبله أيضا عاش حياته وكانت عنده فرصته، ومن حق الجيل الحالي أن يأخذ فرصته كما أخذت الأجيال السابقة فرصتها. لا يحق، انتبهوا إلى هذا الكلام، لا يحق للجيل اللي يقول أنا كذا، أنا عشت فترات ومريت بتجارب و أن يفرض هيمنة أو وصاية على الجيل الجديد. هو قد يرى من منظوره أنه هو يعرف أكثر ومطلع أكثر، لكن الحقيقة لا. الحقيقة ممكنات المعرفة وأدواتها وآلياتها المتاحة عند الجيل الحالي أكثر بكثير من الجيل اللي سبقه أو الأجيال اللي سبقت. ولذلك أنت الآن شوف يعني أولادك عندهم أدوات معرفية، تسأل السؤال خلال لحظات إجابات حاسمة واضحة جلية. هو مش المعلومة يشيلها، أصبحت عنده أدوات الوصول للمعلومة. هو يستطيع أن يوظف الهاتف اللي بيده وبيدك أفضل منك، هو يستطيع أن يوظف الآيباد والكمبيوتر اللي عندك وعنده أفضل منك. ولذلك اهتمامات غير تتكون عنده، أولويات غير. أنا أذكر هذا الحقيقة حتى نفهم شيء، أن نحن جزء من مسؤوليتنا أن نحن
نهيئ الفرص، فرص النجاح، فرص التميز، فرص الإبداع للأجيال القادمة. ما نكون أوصياء عليهم، ما نفرض عليهم أجندات نحن عشناها، بل نتيح لهم الفرصة الحقيقة أن يصنعوا هم مستقبلهم. دورنا دعم، دورنا توجيه، ولكن ليس وصاية وهيمنة. هذه قضية مهمة جدا جدا. طبعا الواحد قد يقول أنت سويت لنا مقدمة وأنت قاعد تتكلم عن خطاب السلام وخطاب الكراهية. هذه المقدمة تصلح في كل المجالات الآن. الجيل الحالي، أنا لما تحدثت في مرة سابقة عن الشباب العربي، تطلعات الشباب العربي، نسبة الشباب في العالم العربي، العالم العربي الآن عدد سكانه يعني قد يكون قريب من 400 مليون. طيب 65% منهم أعمارهم 25 وتحت. هؤلاء عندهم تطلعات وآمال وأحلام غير عن الجيل السابق. طيب، ولم يعيشوا الأزمات ولا يريدوا أن يعيشوا أزمات، لا يريدوا أن يكونوا ضحية كما كان الجيل اللي قبلهم أو اللي قبله، ولهذا من حقهم أن يأخذوا فرصتهم، ومن واجبنا نحن أن نتيح لهم هذه الفرصة ونهيئ لهم فرص النجاح. بماذا؟ بالأدوات اللي هم يختارونها، بالأدوات التي يحسنونها ويتقنونها، وبأولوياتهم هم، بأحلامهم هم، بأهدافهم هم. هذه قضية مهمة ندركها، لأن نحن لما نتحدث عن التعايش وعن السلام ندرك أن هذا الجيل الجديد عنده تطلعات، لا يريد أن يكون ضحية لأزمات الماضي، لا يريد أن يكون أسير لصراعات الماضي، يريد أن يتجاوز هذا، لا يريد أن يتنافس على قضايا تمزق الأمة، تمزق المجتمعات، طيب تبعثر القدرات وتحطم الأحلام والآمال والأهداف الجميلة. يريد حياة مثل بقية الشعوب، حياة جميلة، حياة ينعم فيها بالأمن والاستقرار، حياة يشعر بأنه له دور فيها وأنه مقدر فيها، حياة يشعر بأنه ينافس شباب الأمم الأخرى في الإبداع والاختراع والابتكار والتميز في مختلف المجالات. هذه تطلعات هذا الجيل، ولذلك مهم جداً أن كل من له علاقة بالتوجيه، طيب، أو بالحديث في الشأن العام، أن يدرك أن خطاب الماضي لا يصلح للحاضر ولا وليس له الحقيقة، وليس له أبدا أي مكان في المستقبل. خطاب الماضي هو جزء من الماضي، ذهب، ولا يمكن أن نفرض على الجيل الجديد خطاب الماضي، نجعله هو يصنع خطابه، ولهذا مهم جدا إدراك أن خطاب اللي نتحدث نحن لما نقول عن خطاب السلام، خطاب السلام هذا الذي يلامس الوجدان
وأيضا يجعل الإنسان يعني يتوافق مع ذاته، ويشعر بأن الآن في هذه الحياة لما يتطلع ويقارن حاله بالشعوب الأخرى يشعر أن من حقه أن يكون مثل الشباب الأمم الأخرى. قادر على العطاء، قادر على التميز، ينعم بما ينعمون به، لا أن يكون ضحية لأزمات ليس له علاقة بها، أزمات تسبب فيها الجيل السابق أو اللي قبله، ولذلك لا يمكن أن يقبل أن يكون ضحية لها. ولهذا هذا ليس بموضوع طرحني، ما فهمت لك. المهم خليني أكمل وبعدين بناقش وبعطيكم الفرصة. المهم أن نحن كجيل مسؤوليتنا أن نتيح الفرصة للجيل الناشئة هذا أن يأخذ فرصته ويأخذ دوره ويتميز ويشعر بأن يسهم في الحضارة الإنسانية حال بقية الشباب. منطقتنا تحدث الجميع الآن أن نحن كفانا مآسي، كفانا حروب، كفانا خطاب يمزقنا ويفرقنا ويجعل أبنائنا وبناتنا ضحايا لفكر الإرهاب، فكر التطرف، فكر الكراهية، وضحايا لحروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، هم ضحية فيها. دعونا نفتح لهم مجال أنهم يقرروا حاضرهم ويصنعوا مستقبلهم. الآن الإمارات، تأملوا كلمة سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الله يحفظه، لما قال جئنا بخطاب قال مد يد السلام ونستقبل يد سلام. لما بدأ الكلمة قال في ديننا نحن نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. للأسف أحياناً نحن في حياتنا أشياء كثيرة جميلة لكن ليس لها رصيد من واقعنا ولا نتأملها ونتفكر فيها. ترى السلام يحتاج كل فرد منا نحن. السلام ليشعر ليجعلك تشعر بالأمن والأمان والراحة مع ذاتك، التناغم والانسجام الذاتي أنت مع نفسك، مع أهلك، في بيتك وفي مجتمعك ومع الآخرين، بعيد عن التشنجات، بعيد عن الصراعات، يعني تكون يعني مصدر إشعاع لحب لنفسك وحب لمن حولك وحب لكل البشر. هذا الخطاب خطاب دائما إذا صدر من إنسان صادق سيلامس العقول والقلوب. ولذلك صدى كلمة سمو الشيخ عبد الله على العالم كان صدى يعني أكثر من رائع ولاقت قبول جميل جدا. ولو تأملنا الصحافة العالمية كيف تعاملت مع الكلمات ستجدون أنها ركزت على كلمة السلام والمدخل الذي استخدمه سمو الشيخ عبد الله. وهذا ما ذكر الشيخ عبد الله هذا يتناغم مش سياسة لحكومة، لا، هذه حياتنا نحن، حياتنا كلنا قيادة وشعبا كلنا نحب السلام.
ونريد السلام لنا وللآخرين، ونريد أن ينعم الجميع بالسلام. ولهذا وهذا مصدره، مصدره الحقيقي ديننا. ولذلك مهم جدا أن ندرك أن هذا الإسلام إسلام الإسلام أن إسلامنا ديننا هو دين سلام ودين رحمة ودين محبة. الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة، ليعرفون في اللغة يعني لما تأتي النفي النكرة هنا العموم، يعني هذه إنما أنا رحمة مهداة رحمة للجميع. طيب والله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال رحمة للمسلمين. والسلام يعني فكروا في الصلاة، فكروا في تشهد، يعني أنت لما تتأمل تجد جزء من حياتك، يعني قيمة السلام في ذاتك أنت تتعصل يوميا، بس تحتاج تتأملها وتفكر فيها. وهنا مهم جدا نحذر كل الحذر من الذين يتاجرون بالدين. قبل يومين قلت كلمة، قلت لا يوجد أخطر من السياسي إذا عبث بالدين، فإنه يفسد السياسة، ولا أخطر من رجل الدين إذا عبث في السياسة فإنه يفسد الدين. الآن نحن لما تم الإعلان وتوقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، خرجوا لنا مجموعة، طيب باسم الدين، ها باسم الدين، يقولون أنتم حرام عليكم اللي فعلتوه لا يجوز. طيب هذا إن نحن فعلنا كذا، واللي فعل غيرنا عشان تعرفون كيف رجل الدين إذا دخل في السياسة أفسد الدين. هؤلاء نفسهم اللي هاجمونا باسم الدين يقولون لا تركيا من حقها، تركيا تخدم الفلسطينيين بعلاقاتها مع إسرائيل. بل اليوم أحد قادة جماعة حماس يقول وجود العمادي المبعوث القطري في إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين. طيب وهذا يعني هذه حركة حماس جزء من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي. ولذلك إفساد الدين من قبل هؤلاء لماذا؟ لأجندة سياسية. في هذا اتحاد علماء المسلمين، هذا التنظيم اللي عملوا الإخوان المسلمين وجمعوا فيه من هب ودب، يعني حتى مذيعات الجزيرة سووا أعضاء في اتحاد علماء المسلمين، ما أدري على أساس شو المعايير الأخيار ما أعرف، لكن خديجة من قلنا بتشوفونها عضو في اتحاد علماء المسلمين وغيرها أصدر بيان. طيب رئيس هذا الريسوني له بحث نشر سنة 2018 عن إيش؟ عن السلام في الإسلام. ابحثوا عن هالبحث، أنا حطيت في تويتر قبل أسبوع أو 10 أيام وقلت لمن هذه الدراسة، هذا البحث
تأصل فيه تأصيل شرعي ما قامت به الإمارات من علاقة مع إسرائيل. لكن هذا كان متى؟ 2018. طيب، لكن الأسبوع الماضي مع شلة حسب الله أصدروا بيان ضد ما قامت به الإمارات. فمهم جدا ندرك شيء، أن نحن لما نتحدث عن السلام مع الآخرين نتحدث عن لأن نحن نحتاج للسلام، نحن نحتاج لمستقبل بلدنا، نحن نحتاج لمستقبل الأجيال أبنائنا وأحفادنا، نحن نحتاج لأن المنطقة تحتاج للسلام. الشباب العربي هذا كفى تلاعب به، كفى إهدار لدمه، كفى تضيع لمستقبله، كفى أن يكون ضحية يتلاعب بآماله وأحلامه وطموحاته. من حقه أن يعيش كما يعيش كل شباب العالم، وأن تتاح له الفرص، وأن تكون له الأحلام وأهداف يسعى من أجلها، وأن ينافس الآخرين في الإبداع والابتكار. بدل هذا الشباب العربي عنده طاقات وعنده إمكانيات، لو أتيحت له الحواضن الصحيحة والبيئة السليمة سيبدع كما يبدع الشباب الياباني والشباب الأمريكي والشباب الألماني. ما ينقص شيء، ينقص الحاضنة الصحيحة وينقص رفع الوصاية عنه، من هؤلاء اللي يتواجرون بآماله وأحلامه وبقضاياه. ولهذا نحن مهم جدا إدراك شيء، لما نتكلم عن السلام نحن نحتاج للسلام. طيب، القضية قضية الآن أنت بتقول يعني سلام مع إسرائيل، طبعا سلام مع إسرائيل وغير إسرائيل، نحن نتمنى السلام يعمك في كل المنطقة وأن تنعم البشرية بالسلام. طيب، طبعا بيأتيك أحد يقول لك لا، هذا ما يمكن يتحقق، ما يمكن يتحقق هذا افتراض. أنا علي أن أقوم بواجبي وأتحمل مسؤولياتي وأهيئ الفرص لخطاب السلام وأمد يد السلام للجميع. إذا رفضها الآخر هذاك شأنه، لكني أنا سأبقي هذه اليد ممدودة بالسلام لكل أحد. ونحن على يقين أن خطاب السلام سيلامس العقول والقلوب وسيجد آذان صاغية وسيفتح لنا أبواب كل الشعارات والخطابات السابقة اللي قدمت فشلت في أن تفتحها، بل أوصدت أبواب وصنعت حواجز. طيب، ومزقت مجتمعاتنا. نحن الآن نتحدث عن شيء، أن خطاب السلام ليس خيار بل ضرورة، ضرورة لنا نحن لمستقبلنا لأبنائنا. طبعا شوفوا، أنا أدرك الآن ويمكن شفتوا الكثير يقول لك شوفوا أنا مع الدولة، لكن تبغيني أنا هالكلمة أنا أسير أجلس مع واحد إسرائيلي؟ يا أخي أنا سنين طويلة طيب عشت أشياء هذا في ذهني عدو، ويعني تراكمات عندي على مدى عقود، مرة واحدة تريدني أمسحها؟ مرة واحدة؟ لا لا، أنتوا سووا اللي تبغون، لكن أنا لا. هذا الذي يريد أن يبقى أسير الماضي، هذا الذي يعجز عن أن إيش؟ عن أن يرى طبيعة هذا العصر والحراك والتغيير السريع فيه، هذا الذي يعجز أن يكون أن يدرك حاجة الأجيال الناشئة طيب وتطلعاتها وآمالها، ويعجز أيضا عن إدراك دوره
في دعمها، تهيئة الفرص لها، طيب، وفتح الآفاق لها. ولذلك